عليكم وصحة رمضانكم. خوتي اليوم ما راح نحكو على ابراهيم عزيز انا ركيا ويشطح في تيك توك والشعبي عنده لحية بيضة صايت تكتب عليه وضحك عليه كل واحد وش يهدر واحد يقول قهوي واحد وكان نقول لكم شكون هذاك باسكو كان صاحبي ونعرفه. انتشرت في الأونة الأخيرة فيديوهات كثيرة على منصات التواصل الاجتماعي للأخ إبراهيم ابن براقي بالجزائر العاصمة، حيث تعرض هذا الأخير لانتقادات كثيرة في التعليقات، وهم لا يعرفون هذا الإنسان لماذا أصبح يرقص في الشوارع. شاهد صديقه يفسر لنا لماذا أصبح هكذا. شوف هذاك أولاً ماتوا له 8 من العائلة تاعو قدام عينيه في نهار واحد، هذه حاجة. حاجة ثانية، هذا كان يدير وقيلا تايكواندو ولا فول كونتاكت، وقيلا عنده قراد في فول كونتاكت وقيلا. حاجة طلوازيان، هذاك البراد تاعو كان قدن هكذا، هذاك العضلة تاعو الصحة تاعو ينافس بها العالميين، كان حاب هكذا. هذاك لي سبورتيف كي يكون يدير في السبور يروحوا يتفرجوه، هذا كان يدير لي بومب على يد وحده وعلى صباعته هكذا، يدير بالك بالمياه ولا يفوت ولا ما شفتش الوقت هذاك يدير لي بومب. هذوك ماشي كيما تاع دوكا يديروا الميغا ماس ويتنفخ قدام مدام زعما بلي ومن بعد يضرب 6 شهور يعاود يتفش يولي كيلقط. هذاك سبورتيف تاع الصحة، هذاك الله غالب الدبرس ماتولو ماليه في نهار واحد الدبرس، قولوا ربي يشفيه قولوا ربي يهديه. شي يقول قهوي انت كي راك تقول قهوي، انت شكون زعما؟ انت شو زعما وليد الجي؟ زعما انت حاجة كبيرة، انت وشكون؟ مانيش نجمع في ولاد الجي كاع، راني نجمع في الفئة هذه اللي نوض الصباح ختو تعطي له دراهم وظل يضحك على الناس ويكومونتي على الناس ويضحك عليهم، تضحك عليه. تعرفوا انت هذاك تتمنى تكون كيما هو، تتمنى تكون كيما هو. الله غالب مسكين، تا واحد يموت له واحد في الدار يضرب عاملة ما بيش هو يخمم ويدبرس. ايماجين يموتوا لك 8 هكذا وتضحكوا عليه. هذا كون ينحلك تريكو تشوف الصحة تاعو كيفاش دايره، هاو باين اغزر في اللاطاي تاعو تعرف كيفاش باين بلي واش كان، تضحك عليه. هذاك محبوب في براقي، الدنيا قاع تحبو، دراري صغار يحب دراري صغار، الكبار قاع يحبوها، في حياته ما اذى واحد. شتو هذوك المافيا اللي ضا يطيحو لكم قدام دياركم بلي ماتو تسكتو وما تهدروش، تزيدو تخرجو لهم السنيوات تاع القهوة. هذوك كي يشوفوه يبدلو طريق، هذاك يبدلو طريق، تعرف علاه يبدل طريق؟ باسكو يكسرو، تعرف شنو يكسرو؟ وإلا كسرك هذاك أينشتاين ما يباريكش. خويا قريت لي كومونتير، واحد يضحك واحد يقول قهوي واحد يقول انت القهوي، علاه انت درت كاش حاجة لبلادك انت باش يهدرو عليك غدوة ولا يقولو انت والو؟ حياتك قاع تكتب لي كومونتير مسمي روحك سوسو ولا ميمي وتكتب هذا قهوي وهذا كذا. لو كان نضربو عليك انت شكون اللي قالك طلاب لك تكتب هذه الكتيبة؟ ما تخدم ما تقدم ما والو. احشمو تعرفوا واش الناس بتهدرش عليهم. وكم ماشي رمضان نقولكم كلام شباب لك وتكتبوا في هذه الكتيبة، واحد دو جوانفير واحد دي اختك الجوانفير.